ذكاء سياسي، يعزلون ليش وزارة استاذ التربية. سعيد اليوم وزارة التربية مبيوعة؟ ما قلت وزارة التربية مبيوعة وغيرها، بس احنا قمنا كل الشعب جاي يشوف بعينه ان صار الناس بعد ما تستثمر بالبنايات السكنية او المجمعات السكنية او بالزراعة بالصناعة، لا قامت تستثمر بالوزارات بالمديريات العامة بالمحافظات، يعني اللي يشتري له وزارة واللي يشتري له مديرية واللي يشتري له محافظة. فاحنا نقول معقولة يعني أستاذ سعيد عندنا الاسم اليوم هيك الجديد إمكانيات لشراء وزارات ودوائر رسمية؟ ستنا العزيزة، عندنا العراق صار عنده إمكانيات، شاي فاروته وين جاي تروح؟ المليارات الميزانية وين جاي تروح؟ إذا ماكو شيء على أرض الواقع، إذا نعم جاي تروح بجيوب الناس، ناس معينين جاي تروح بجيوبهم. فإذا اسمحي لي أنا أحكي، أناشد نعم المستثمر تفضل. راح يشتري وزارة التربية، أقول له خلي لك ذكاء سياسي واختار لك وزير مضبوط بعد عن المحاصصة، خلي يختار له كادر مضبوط وكلاء ومدراء عامون داخل أقسام الوزارة ومدراء عامون بالتربيات، نعم حتى ينجحون. استثمر استثمر على المدى البعيد لا على المدى السريع، يعني لا مثل المجمعات السكنية، المستثمر ما راح يقبض رأسا، راح يقبض بالمستقبل. نعم فأنت خلي هاي استثمرها للمستقبل، أنا تحصل لك مقاعد انتخابية، من يكون نتحط لك مدراء تربية مضبوطين بالمحافظات، نعم راح مدير التربية ذا يرشحوا اثنين ويا بعد راح يفوزون بالانتخابات، هم راح تنجح العملية التربوية وهم راح تحصل لك استثمار مستقبلي، نكون بالبرلمان أفضل. هاي مناشد، لأن التربية بصراحة انحدرت انحدار مو طبيعي. أنا من الساعة حكيت فد ملاحظة بأحدى المقابلات، يعني لو رغد بنت اللقيط صدام محاولة أن تفكر شلون تخلي الناس تترحم لأبوها، ما راح تلقى الطريقة اللي خلوا الإجو لنا بعد 2003. للأسف 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 قاموا يتذكرون يجرون مقارنة ويقولون التعليم بالعراق كان معايير الجودة بتسلسلات متقدمة. طيب.